المهندس شريف حسن نائب رئيس هيئة الأنفاق. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا فندم. باشمهندس، يعني في البداية احنا نتحدث عن مرحلة أولى، هذه المرحلة للقطار الكهربائي الخفيف LRT، يعني ماذا سيضيف هذا القطار إلى المواطن المصري؟ القطار الكهربي النهاردة بيعمل نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي في مصر. أولا احنا النهاردة احنا شايفين الطرق الازدحام موجود ازاي في الطرق، وخاصة حتى على الطرق السريعة. النهارده لما نقول ان القطر الكهربي النهارده بينطلق من محطه عدلي منصور المركزيه الى اتجاه العاصمه الاداريه، مرورا بعدد من المدن الجديده زي مدينه العبور، زي مدينه المستقبل، زي مدينه نيو هليوبلس، زي مدينه بدر، ومرورا بمطار العاصمه وحتى مدينه الثقافه والفنون في العاصمه الاداريه. كل المدن الجديده دي يربطها النهارده وسيله نقل واحده، هي وسيله نقل جماعيه بتسع حوالي، يعني انا النهارده القطر الواحد بياخد حوالي 2000 ل 2100 فرد. لما نقول ان الرحله بياخد فيها 2000 فرد، يبقى النهارده لو انا جيت ترجمتها لعدد من وسائل النقل زي الاتوبيسات وزي الميني باصات، هقدر استوعب كم الازدحام اللي انا ممكن الاقيه في الطريق. فده النهارده بينقلني نقله تانية خالص، بوسيله اكثر امانا، وسيله صديقه للبيئه، تقدر النهارده تحافظ على التوقيت بتاعك، تقدر وانت طالع من عدلي منصور تدي توقيت مظبوط جدا، لان واحد بعد ساعه او 50 دقيقه بالظبط هتلاقيه نفسك موجود في العاصمه الاداريه. النهارده ده بيعمل انتظام في جميع وسائل او مناحي الحياه المصريه. باشمهندس، ايضا يعني ربما وسيله النقل الجماعيه في مصر عانت منذ سنوات بعيده بالاهمال وعدم التطوير وايضا عدم رفع كفاءه العنصر البشري. في ظل هذا التحديث والتطوير، يعني هل تم رفع كفاءه العنصر البشري ام اللجوء الى وسائل نقل لا تعتمد على العنصر البشري؟ تم تحديد موقع المحطات طبقا للكثافه السكانيه المتوقعه. احنا كان عندنا في المرحله الرابعه اللي احنا افتتحناها في 2020 كثافه سكانيه تتمثل في شارع جسر السويس والمرحله من عند النزهه. النهارده احنا لما بنيجي نقول ان النهارده خدنا من اول ناصر عند دار القضاء العالي وارتبطت بمحطة العتبة واتجهنا إلى الكيت كات مرورا بصفاء حجازي ومرورا بمزبيرو، الكثافة السكانية طبعا كلنا عارفين إن الكثافة السكانية في المناطق دي عالية جدا، والطرق ما تستوعبش الكثافة اللي هي اللي موجودة. النهارده في توسيع للطرق، في كباري جديدة بتتعمل، واحنا بنساهم النهارده كوزارة نقل معانا وكهيئة أنفاق في الخط المرحلة الثالثة من الخط الثالث، في ان احنا النهارده شلنا كثافه سكانيه او قدرنا نساهم في تخفيف كثافه السيوله المروريه في هذه المنطقه. المهندس شريف حسن نائب رئيس هيئه الانفاق، بنشكر حضرتك يا فندم وكل يعني التمنيات بالنجاح والتوفيق فيما هو قادم. شكرا.